أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. أيما امرأة، أي امرأة عام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، جميلة أو غير ذلك، ذات شرف أو لم يكن،